السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وعد ان شاء الله راح نديروا البيتزا. هذه البيتزا يعني الاولاد كامل اللي يحبوها. اليوم راح ندير لكم بيتزا بدون تعب. كنا عملنا خبز بدون تعب، بريوش بدون تعب، عملنا البيتزا السائله. هذه بيتزا بدون تعب، يعني نخلوها تخمر. راح تقولي ام وعد هتعاودي في الوصفات؟ لا، لان البيتزا السائله فيها مقادير زياده على هذه، والبيتزا السائله ما يعني ما نخلوهاش تخمر، لكن هذه ما فيهاش تعب، لكن نخلوها تخمر. القوام تاعها يجي مغاير تماما للبيتزا السائله. واش راح نحتاجو في هذه الوصفه؟ دائما بنفس الكاس اللي نقيسو به 240 مللتر. راح نحتاج كاس تاع الحليب دي يكون دافي، كاس تاع الماء يكون دافي، نص كاس تاع الزيت، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف كبيره معمره مليح تاع خميره الخبز، والفارينه. هنا الفارينه ما فندير عيني ميزاني، لكن اليوم ان شاء الله راح نقيسو بالكاس ونعطيكم بالتدقيق شحال نديرو فارينه والملح. اذا نجوزو مباشره طريقه التحضير. ندير الحليب دافي، الماء دافي، نص كاس تاع الزيت. الوصفه تاع اليوم راكم تلاحظوا انه ما فيهاش البيض. ندير الخميره تاع الخبز والمغرف كبيره تاع السكر، نخلطوا المقادير مليح، مقادير سائله. الان نبدا نعبر في الفارينه ونشوف شحال ندير. اذا الكاس الاول المهم اكثر، يعني راح تدي بالك حتى ربع كيسان او اكثر. اذا الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني، هذا الكاس الثاني، ندخلهم مليح في العجينه. تجي روعه هذه البيتزا، تشبه قليلا البيتزا الامريكيه، يعني معروف عليها انها تجي فيه البابا، يعني تجي خشينه، ما يديروهاش رقيقه. اذا نزيد كاس، قلنا زوج، اذا هذا الثالث. هكذا باش نحسبوا مع بعض. نزيدوا كاس الرابع، يعني تاخذ لنا اربعه او اكثر. هذا الكاس الرابع ونخدمهم. يعني العجينة تاعها تجي شوية ثقيلة كما رانا نشوفو. إذا تدي لنا ربع كيسان تاع الفارينة. نجرب كيفاش نخدمها مليح غير بالملعقة كما رانا نشوفو. يعني هنا إلا خفتي تنشف لك بزاف واش ديري؟ ديري الكيسان تاع الفارينة والرابع زيديه غير بشوية، يعني كاين الفارينة اللي ما تشربش وكاين الفارينه اللي تشرب. هنا لاحظت انه نشفتها شويه، اذا راح نزيد شويه تاع الماء. بسم الله. اذا في المقادير اللي عملت لها رايحه تدي لكم 3 كيسان ونص تاع الفارينه. هكذا باش نكونوا صريحين، لأن الكاس الرابع زفتو كامل، هي بالحق ما نضيفوهش كامل. ديري غير 2 كيسان، 3 كيسان ونص تاع الفارينه فقط. انا زدت الماء باش نعادل هذاك. هنا راني نسيت الملح ما درتوش، راح نضيفه الان. اذا ندير الملح، حوالي مغرفه صغيره معمره تاع الملح، ونخلط مليح حتى تدخل. وشوفوا كيفاش الطريقه راني نخلط، شوف القوام تاعها كيفاش يجي، يعني تجي شويه ثقيل، تجي تقريبا كيما السفنج. ها هو. اذا نبقى نخلط حتى نحس بلي انه العجينه تاعي دارت الخيط. هنا ها هي خبطتها حوالي دقيقه بهذه الطريقه، نحصلوا على العجينه طريه يعني ملساء. هنا نحبس. هنا عندي سنيوه تاعي مدوره، ندير فيها شويه تاع الزيت، اي سنيوه يعني تخدمي فيها البيتزا تاعك. ندهنها بالزيت، الطريقة، وندير نصف تاع العجين، يعني هكذا باش ما تجيناش خشينه بزاف. دير نصف العجينه، يعني هاد المقادير اللي عملناهم تعملنا 2 خبزات تاع البيتزا. ندير شويه الزيت في يدي ونخبز العجينه تاعنا. شوفوا كيفاش يجي، يعني العجينه تاعها تجي تماما كيما تاع السفنج،
يعني ديري يدك في الزيت راح تجيك اسهل ما ياكل. نخبزها اذا الان واش ندير، نزيد نخبز الثانيه في السنيوه الثانيه، نحطها تخمر الوقت اللي نوجدوا لاصوص تاعنا. لاصوص تاعنا حتى هي ولا اسهل. اذا الان نوجدوا لاصوص، لاصوص تاع هذه البيتزا ما طيبش، يعني ما نطيبوهاش فوق النار، نديروها خضره فوق العجينه. واش ندير هنا؟ عندي طوماطش مقشره، نقص لها داك الماء فقط زائد، نقطعها يعني في الروبو بهذه الطريقه كما نشوفوا. نزيد الحبه الثانيه، اذا نقطع كامل كميه الطوماطش تاعي. هنا نزيد نسكرفج لها زوج الصوص تاع الثوم، هنا نسكرفج فقط باش نضمن انه الثوم تاعي يتخلط مليح مع الطوماطيش كما نشوفوا. ندير لها شويه تاع الفلفل الاسود، شويه تاع الملح، ندير لها حوالي زوج مغارف كبار تاع الزيت، ونطحن كل شيء. هنا ها هي لاصوص طوماط تاعنا واجده، العجينه تاعي راهي تخمر، نخليها تخمر ونعاود نرجع لكم. اذا هنا بعد ما خمرت العجينه تاعي، شوفوا يعني تحسوها بلي طلعت، خليها في الكوزينه يعني ممكن تديك 20 دقيقه نص ساعه وقدر حسب المطبخ تاعها. نحط هذيك لاصوص اللي كنت خدمتها بلا ما نطيبوها، نعاود بلا ما نطيبوها، ونديرها فوق العجينه تاعنا عادي. اذا نمشي لاصوص تاعنا، لاصوص طوماط. نمشيها كامل على الوجه. اذا هنا انا مشيتها ندخلها للفرن على 200 درجه، سخنته من قبل ربع ساعه، لازم الفرن يكون سخون، ندخلها طيب مع نعاود نرجع لكم. اذا هنا راهي طابت لنا البيتزا تاعنا. الان ندير واش حبينا، الحشو من الفوق، يعني كل وحده دير حسب افراد العائله تاعها واش تحب تاكل. انا هنا عندي شويه تاع الطوم تاع الزيت، نديرو على الوجه. تقدر ديري لافيون داشي طيبيها، دجاج عندك طايب صابح تفتيه، يعني واش يحبوا اولادك ديري. كما انا اولادي ما يحبوا ولا شيء، يعني صلصه الطماطم فقط والجبن هذا واش يحبوا. اذا ندير الطوم، شفتوا مليح شوفوا كيفاش طابت لنا، يعني ما شاء الله، وتجي والله كانك عجنتيها طول النهار. ندير لها شويه تاع الزيتون اخضر، تقدري ما ديري الباذنجان شويه، يعني قائمه مفتوحه. واش نديروا على الوجه؟ ندير شويه تاع الزيتون اسود، يعني راح تنغرس بكل سهوله بهذه الطريقه لانه راهي سخونه. وندير الجبن المبشور على الوجه، النوع اللي حبيتيه ديريه. نعاود ندخلها الفرن، قيس ما يدوب لنا الفرماج فقط، نعاود نخرجها. اذا ندخلها الفرن حوالي دقيقه 30 ثانيه ونعاود نرجع لكم. انا هي البيتزا تاعي خرجتها من الفرن، ندهنلها الاطراف تاعها بزيت الزيتون يعني اختياري، خاصه اللي يحبوا ضبط زيت الزيتون. ندهنها في الاطراف هذا باش تولي تلمع، ونقدموها لافراد العائله تاعنا. ريحتها والله غير تشهي، لازم تجربوها لاولادكم. اذا ونقدموها. اذا الوصفه تاع نهار اليوم هي امامنا واجده، بيتزا بدون تعب ها هي امامنا. اذا هنا بعد ما قسمتها راح نبداو قطعه باش نشوفوها كيفاش جاتنا. شوف كيفاش تجي هذيك البيتزا، والله غير تجي روعه، كانه العجينه عجننا وزدنا ودلكنا، وهي اسهل ما يكون. نتمنى انكم تجربوها، ها هي امامنا راح نقسم لكم منها. شوف كيفاش تجي، والله غير تجي روعه. اذا الفيديو تاع اليوم هو امامنا واجد، الوصفه تاع اليوم هي واجده، بيتزا سخونه بدون تعب. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، شاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.